الله يعافيك يا أمر. تعرفي وين عيادة الدكتور أصلاً أبو سمعان بالله؟ أصلاً أبو سمعان؟ لا والله يا أختي، وين قالوا لك؟ قالوا لي إنه عيادته على صف المحل تبعكم. ما بعرفه يا أختي. معقول؟ قالوا إنه جنب دكانتكم، كيف ما بتعرفه؟ صدقيني ما بعرفه. بس ما شاء الله عليك، أنت مالك صغير بالعمر، لازم تكون بتعرفه. قديش صار لك عم تشتغل هون؟ 20 سنة. معناها لازم تكون بتعرفه. دكتور أصلاً لما دلني على العنوان قال يسألني الجار اللي ساكن بالحارة وهو بدلك. ولك أختي والله ما بعرفه، ما بعرفه، بيش دي أحلف لك إني ما بعرفه شيء. لا تكون بتعرفه ونسيان. الله يخليك تذكر ودلني منيح لأني مضطرة كتير. أمنت بالله على هالنهار. هو معك حق ما تدلني، أكيد في ناس كتير عم يضايقوك، بس الله يخليك ويخلي لك أولادك، كتير مضطرة. ولك يا خانم، يا مدام، يا كلبي، ما بتفهمي عربي أنتي؟ عم أقلك ما بعرفه، ما بعرفه، فهمتي بقى؟ فهمنا شو صاير عليه؟ يلا ضيف شو سالك زفر؟ الدكتور أصلاً ساكن بحارة الشمعة جنب النجارة بالحارة، شو صار يسألناك يا؟ ولك ليش هي حارة الشمعة يا جدبة؟ ليش حارة شو هي لك؟ أي نعيماً، هي حارة الباشا، حارة الشمعة بالصالحية، وأنت جاي على الميدان، بقى شو جاب حديدان للميدان؟ أكنت أحكي هالحكي من الأول وبلاها زفارة لسان. هلا أنت جاي تعلمين الأداب؟ يلعن صباحك شو حكي؟ يخرب بيتك، يخرب بيتك، شو قليل الذوق أنت؟ الله يسامحك، أنت رجال كبير وأنا بحترم سنك، بس يا عيب الشو ما عليك شو قليل الخير بخاطرك. الله معك، دربي سد ما يرد. العمى، العمى على الغلاصة والسآلة، حارة الشمعة دخيلك. مرحبا عمو، يعطيك العافية. أهلين، الله يعافيكي. امري، بيلتقى عندك ملقط؟ شو هاد؟ ملقط، ملقط. ملقط شو؟ ملقط خشب مشان شيل غسيل السخن تنك تلغلي. شو شايفتيني فاتح محل عصرونية أنا؟ الملقط. ليش أنتو ما بتعملوا ملقط؟ ولك شي يلقطك من بين كتافك لقط إن شاء الله، نحن تبع ملقط نحن. طول بالك عمو، طول بالك، ليش عم تعيط وتزفر بالحكي؟ شو كفرنا يعني؟ عم قل لك بدنا ملقط خشب لنطالع الغسيل السخن من تنكت الغلي، وحضرتك نجار شغلتك هالشغله، بقى بشغلت معك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ولك صحيح انا نجار يا مسطوله، بس انا نجار خزن وكنبايات وتخوته، مو نجار ملاقط وكراسي حمام. يضرب يلي ما بيفهم يضرب. كتر خيرك عمو على هالحكي الحلو. اي يلا من هون، يلا، انا كثير مقدمه. كتر خيرك يا عمو عليك. ولك تضربي من بين البنات، تضربي شو سئيلة، يشيلوكي بالملقط ويزتوكي بالنهر، يطعمني ولا يحرمني ياها. ايه بسيطة عمو، بسيطة، بس يشهد علي ربي هي آخر مرة بدوس فيها هذا المحل. ايه بالناقص، بالناقص من هالفوتي. اسمعي، الدباني هدت على دنا بقرة وقالت لها لا تأخذيني، جعزتك. قالت لها ليش، مين حاسس فيكي؟ امتى اجيتي وامتى رح تروحي؟ مرحبا بمعروف. اهلين معلمي، اهلين ابو سليم، ميت مرحبا. شب البنت طالعه زعلانه من عندك؟ يخرب بيتها شو حيواني، قال بدها تشتري من عندي ملقط. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ولك يا ابو معروف، انا كم مره نبهتك وفهمتك انه بلالك هالكلام الزفير؟ ولك عيب عليك، ما بيجوز، هذا المحل باب رزق ونحن مضطرين نستقبل كل العالم بالكلام الحلو والاهله والسهله لحتى نجر رجليهم لمحلنا ويصيروا زبايننا. أسيدي بالناقص من هيك زباين. قال شو الجحشة بدها ملقط غسيل؟ قل هو الله أحد. ولك حاجتك يا أب معروف، حاجة مسبات بقى، امساح وشك بالرحمن وحلي ريقك ودفي لسانك. ليش أنا لساني زفر مع مين من كان؟ أنا لساني زفر مع الغلظة والوقحين وبس. ولك يا أب معروف، لحنا ما بنقدر نربي العالم، لحنا لازم نستقبل كل الأشكال والألوان والأجناس، نستوعبهم ونطول بالنا عليهم. بصراحة يا أبو سليم أنا ما بيطلع بإيدي، أنا دمي حامي وخلقي براس مناخيري وما بقدر أسكت على الزحلة يا أخي، ما بقدر، هيك الله خلقني. ما بيصير يا أبو معروف، ما بيصير حكي، شو هيك الله خلقني؟ أنت لازم تعدل وضعك وتراجع نفسك. طيب ماشي الحال، رح حاول. مو مسألة رح تحاول، أكيد أنت لازم توعدني وعد أكيد أنه تبطل العادة البشعة. لكن بصراحة
انت عم بتطفشتي الزباين والكل عم يشتكي منك. الزباين عم تشتكي مني انا؟ ايه طبعا، لكن انا انت لو ما تكون معلم وماسك لي محلي بشطارتك وخبرتك كنت استغنيت عنك من زمان يا ابو معروف. لك انت صلك عندي 20 سنة وعندي الوالد من قبلي الله يرحمه، والوالد موصيني فيك وانا معتبرك مثل اخي الكبير. ابو معروف لازم تضب لسانك، حاجة بقى التعصيب والنرفزة والسب والشتائم البشعة. الحق معك ابو سليم، والله الحق معك، بس يا اخي اوقيت الزباين بيطلعوك من ثيابك بيخلوك تجن وتضيع عقلك من غباهون. ولو كان انت لازم تعد للعشرة قبل ما تسب وتشتم. بس انا يا ابو سليم نقوزي كتير حتى ببيتي، ها، والمرة والولاد دائما بيشتكوا من طبعي، مع انه والله العظيم اقسم بالله قلبي طيب. ما اختلفنا على قلبك الطيب يا ابو معروف، بس القلب الطيب لازم يدعمه الكلام الطيب والفعل الطيب، مزبوط ولا لا؟ يعطيك العافية أبو سليم. أهلين أهلين وسهلين مدام، شرفتينا. شلونه أبو سمير والولاد؟ إن شاء الله كلهم مبسوطين. الحمد لله كلهم بيدعوا بسلامتك. يا ترى شو صار بخزانة المطبخ؟ خلصت ولا لسه ما خلصت؟ ولا يهمك مدام، بكرة بإذن الله بتكون مركبة عندك بالبيت. إيه بس الوعد كان اليوم تخلص. صحيح، بس أنا أصلاً تمهلت فيها لحتى نعملك إياها وحفها منشان نبيض مشنا قدامي. ولو شو هالحكي؟ ايه وشك من يوم يوم وابيض يا ابو سليم. اذا موعدنا بكره باذن واحد احد. ايه خاطرك. مع السلامه مدام، شرفتينا، الله معك، مع السلامه. شفت شلون طولت بالي عليها واخذتها بلسان الحلو؟ ايه بس هالمره سكره ولطيفه، يعني شو لزوم الخناقه؟ ما غلطت معنا المسكينه، وانا بصراحه كل ما نويت بطل سبسبه وزفاره لسان بيجيك كل زبون حمار شكل وبيتفلسف عليك، وقتها بطلع عن طوري وبلش اشتم والعن وسب بدون ما اشعر. ما بيصير الحكي يا ابو معروف، بعدين بهر السقف علينا من كتر المسبات وبتهرب الملائكه من المحل وبصيبنا النحس. يا سيدي الله يقدرني، الله يقدرني يا رب. انا من جهتي رح ابذل جهدي معلم. طيب انا عندي فكره حتى ساعدك فيها. شو هي الفكرة؟ من اليوم ورايح بتحط بحصة صغيرة تحت لسانك، وبهالصورة هي كل ما بدك تجي لتسب تتذكرها، ولبين ما تشيلها بتكون هديت أعصابك شوي وعديت للعشرة ورجع لك أعلى الرحمن لراسك. بقى شو رأيك؟ أمرك أبو سليم، أمرك معلم، رح حاول. غلب الوجد عليه فبكى وتولى الصبر عنه فشكى وتمنى نظرة يشكو بها علة الشوق فكانت مهلكة. مرحبا معلم. أهلين أهلين عيوني، أهلين حبيبي. أمور؟ أنا جارك بالحارة فوق بحاجة لشوية غري، لأنه خلعت عندي رجل الطاولة وبدي لزق إذا ما بيصير سئلة. تكرم عيونك جار، على عيني وراسي. اتفضل يا أبضاي. شكرا جار، قديش طلع علينا؟ إيه ما بدنا إلا الرضا. ما طلع عليك شيء أبدا، مو محرزي المسألة. إيه كتر خيرك. وخيرك إن شاء الله، مع السلامة حبيبي. يلا بخاطرك. الله معك عيوني. برافو عليك يا أبو معروف، هيك ها؟ عجبتك معلم؟ طبعا، لا تسلمني ما أحلاك. أنا هلأ رايح ساوي كاسة شاي خمير، شو رأيك أبو معروف؟ رو ربي يخلي لي إياك ويجبرك. كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر وقالت لي الريح بين الجبال وفوق الفجاج وتحت الشجر إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر. كذلك قالت لي الكائنات. مرحبا يا أخ. أهلين وسهلين. أهلين أستاذ أمور. سمعتك عم بتغني بصوت عالي وهالشي ما بجوز، لأنه جعيرك ما شاء الله واصل لرأس الحارة. بالله واصل لرأس الحارة، والله ماني حاسس على حالي. مرة تانية حس على حالك، وإذا بدك تغني غني ببيتك بالحمام مو بالدكان.
أخي الواحد لما بيكون مبسوط وحس إنه بده يغني يعني مو ضروري يركض على الحمام، والله لا يحرم البسط لحدا، مو هيك أستاذنا؟ ويا ريت الصوت حلو. خلاص التوبة التوبة، ما بقيت عيدها. مور حبيب قلبي، أنا بدي فصل مكتبي لأوطي مترين متر، بس يبدو ما رح تزبط معك. شو وينو المعلم؟ أنا المعلم. بس مو باين عليك. أخي ربنا جل جلاله بيوضع سره بأضعف خلقه. المهم هلا بلا خفة هالدم، بعدين أنا ما بحب المياعة وخصوصا من رجال كبير مثل حضرتك، عيب عليك. ليش شفت من مياعتي؟ أخي المهم هلا، أنا أفضل خشب لنسوي فيه الخزانة. والله في عندك السنديان، وفي عندك الزان، وفي عندك الخشب الكندي. وغيره؟ والله هدول اللي نحن منفصل منهم مكتبات، وخاصة إذا كانت المكتبات صغيرة. أيوة، اسمح لي لك بهالحالة إنك واحد غشاش. ليش؟ ليش غشاش؟ الله يسامحك، ليش حبيب قلبي؟ لأنك ما ذكرت لي خشب الجوز. أيوة، يا سيدي آسف ومنك السماح، وخشب الجوز كمان. طيب طيب، المهم هلأ أنا بدي أعمل قوس فوق المكتبة، فشو رأيك أنت؟ يعني اعتمدت زاوية من خشب الجوز؟ نعم اعتمدت. والله يا سيدي الكريم إذا بدك النصيحة، خشب الجوز ما بيناسب طلبها. وليش بقى؟ لأنه خشب الجوز صعب ينعمل منه قوس، وما بنقدر نتحكم بطويه وتنيه ولويه. معلومك أستاذنا، خشب الجوز قاسي كتير والبسمار ما بيفوت فيه لأنه مثل الحجر. لا 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 لا، خشب الجوز بينتنى بس بده حرفية ومعلمية. بس على ما يبدو أنت واحد غشيم. أستاذنا أنا مالي غشيم، صار لي 20 سنة بالمصلحة والحارة كلها بتبصم لي بالعشرة. بس أنا ما ببصم لك عدم مؤاخذة ولا حتى ببهم رجلي. ليش حبيب قلبي؟ لأنه خشب الجوز بينتنى. صدقني ما بينتنى. لا أسيدي بينتنى، وإذا ما بدك تسوي لهالمكتبة قل لي وبلا ما تلف الدور. ليش رح تلف الدور؟ بس صدقني خشب الزان أفضل وأضمن وأحسن حبيب قلبي، هي نصيحتي. حبيبي أنا بسمع النصيح من واحد بوثق فيه مو من جنابك. الله يسامحك يا أستاذ، بس صدقني أنا كله عندي شغل. إيه لا أسيدي، أنت ما عجبك كسمي من أول ما فتت وأنت مو قابضني. يا أستاذنا الله يخلي لي هالوش الحلو وهالطلة الظريفة، يعني أنت شو بتريد بالضبط؟ بالضبط بدي تتني لي خشب الجوز. يعني بدك ياني كذب عليك؟ ما بينتنى معي. لا أسيدي بينتنى، ليه ما بينتنى؟ ولك حبيب عمري الشغلة مستحيلة. لا مو مستحيلة، لأنه ابن عمي نجار وبيتني لي خشب الجوز. مو معقول يا حبيب حياتي. يا سيدي مع احترامي لك، أنت واحد نصاب وغشاش والغش عم بمشي بنص دمك. يا أستاذنا أنا لو ولك يا أبو معروف، يا أبو معروف بقى البحصة وخلصني، ولك بقى يخرب بيتك مع أتراك يا جحش، ولك الزلمة عم لك ما بينتنى وانت بتقول بينتنى، يخرب بيتك يا بتوت ترارك وانت ربنا. لا مو لازم كبة، لازم أعطيها لمعلمي أبو سليم. يعطيك العافية. أهلا وسهلا، الله يعافيكي. الأستاذ عبد الغني لبصونة موجود؟ موجود، تفضلي معي هلأ بلحقكم على جنينة. شكرا. تفضل. شكرا. عفوا شو بتحبوا تشربوا؟ يا ريت تجيبي لنا عصير بارد للشباب. على عيني تكرم. شو حلوة هالفيلا مو هيك؟ الله يهني فيها ويبعث لنا 1% مثلها ونحن قبلانين يا ستي. إن شاء الله، الله يطعمك. على فكرة الجو بجنن أستاذي، حطينا أهلا وسهلا أنسة جمانة، صباح الخير. أهلين صباح النور. يا أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير، يعطيك العافية. صباح بس الخير. بس ما نكون زعجناك. لا لا أبدا ولو، أهلا وسهلا. الحقيقة بحب هنيك على هالذوق الرائع، الحديقة كتير حلوة.
شكرا يا آنسة، هي عيونك الحلوة. الله يسلمك. على كل نحن جاهزين، إمتى ما حبيت حضرتك نبدأ التصوير نحن مستعد. الله يخليكي وأنا كمان جاهز. يا أهلا وسهلا مرحبا فيكم. تفضلي. شكرا. تفضل يا أخ. شكرا. أهلا وسهلا. يسلم وديات أستاذ. أهلا وسهلا مرحبا. أستاذ عبد الغني، بتحبوا تاخذوا فكرة عن الأسئلة ولا نخلي المقابلة عفوية؟ لا والله خليها عفوية بيكون أفضل. كتير حلو، وأنا كمان هيك بفضل. شو أستاذ بسام جاهز؟ جاهز آنسة. تفضل أستاذ عبد الغني. شكرا. 5 4 3 2. سيداتي آنساتي سادتي، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي عشنا وشفنا، والذي نستضيف فيه رجل الأعمال المشهور والصناعي المعروف الأستاذ عبد الغني لبصوني. فأهلا بكم أستاذ عبد الغني في برنامجنا ضيفا عزيزا، وأهلا بنا في منزلكم العامر. أهلا وسهلا فيكي، البيت بيتك. أستاذنا مثل ما بتعرفوا برنامجنا عشنا وشفنا عم يستضيف بحلقاته المتتابعة الشخصيات المرموقة اللي إلى وزن بالبلد واللي ساهمت بالنمو الاقتصادي والتجاري بقطرنا الحبيب، حتى أن نشاطاته شملت كافة الاستثمارات ومختلف المجالات. وبصرني اليوم أني أدمك للناس بهالحلقة اللي بتحمل عنوان سيرة رجل عصامي، حتى تحدثنا عن مراحل حياتك وكفاحك وتعبك وعرقك وجهدك حتى قدرت تحقق هالثروة الطائلة. أنا تحت تصرفك آنسة، تفضلي. والحقيقة أنا حابة أكد للناس بهالحلقة أنه ما في شيء يأتي من فراغ، وحضرتك طبعاً راح تساعدني بحديثك بإلقاء الضوء على هذا المعنى. بكل سرور آنسة جمانة، أنا بالخدمة. أستاذ عفواً، أسئلتي أحياناً راح تكون مباغتة ومفاجئة، بس صدقني ها أنا مالي أكريسيف، بس مثل ما بتعرف حضرتك برنامجي بيعتمد على الصراحة والمصارحة وبيلجأ أحياناً لاختراق الجائز والممنوع. خدي راحتك واحكي مثل ما بتريدي يا آنسة. أصلاً التحفظ واختيار العبارات المنمقة والتعابير المزبطة صار من مخلفات الماضي بالخمسينات والستينات، وأسلوب الحوار هلأ بهالعصر اختلف لأنه الناس تنورت وشكل الخطاب الموجه للناس اختلف، وهذا كله طبعاً بفعل الحضارة والانفتاح. عظيم كتير، أصبح نحن متفقين. السؤال الأول أستاذ عبد الغني، أنتوا بمشاريعكم الصناعية التنموية يا ترى كان إلكم شراكة مع مسؤول؟ لا أبداً، أنا ما لحقت هالموضة منوب. أي موضة؟ يعني اللي بقصده أنه الموضة ماشية بهالأيام باتجاه أن يكون المال والتمويل مدفوع من الشخص يلي بيكون متغرب عن البلد أكثر من 30 سنة وملعون أبو جده حتى قدر يجمع ثروته، والدعم من بعض أشخاص موجودين بالسلطة وبيتمتعوا بالنفوذ والسلطان. بس أنا ربك حميد ما وقعت بهالفخ. ليش حضرتك بتعتبره فخ ولا شطارة وذكاء؟ أنا بعتبره فخ لأنه ما بتعرفي إمتى هالمسؤول الوديع والحمل الرضيع رح يكشر عن أسنانه الزرقاء ويلتهمك أنت وسروتك وعيلتك وما لم الفراش، ورح يقول ما شفت شي وهو عم ينكش أسنانه بعد ما التهمك. طيب عفواً، حضرتك ما تعرضت لأغراءات المسؤولين؟ يعني معقول ما يكون حدا منهم عرض عليك الشراكة باعتبارك صاحب ثروة طائلة؟ بلا، وللأمانة والصدق عرضوا علي كتير، شي بروس شي بلا روس. يعني انعرضت علي الشراكة من مسؤولين صغار وكبار، ناس بشكل علني وناس بشكل سري. طيب شو كنت تعمل حضرتك؟ شو كنت أعمل يعني؟ كنت اعتذر برقة وأصرفهم عني بالحسنة، وكنت حسسهم أنه أنا مالي بحاجة لدعمهم لأنه ثروتي غير مشبوهة، ومالي آكل بيتنجان مر حتى يمغصني بطني. ولا تنسي كمان أنه المال له هيبة وسطوة وقوة، خاصة إذا كان هالمال عم يشغل آلاف العاطلين عن العمل في هذا الوطن. وما في حدا ضايقك أو زعجك؟ لا يا آنسة، شو عايشين بغابة نحن؟ بس أنت يا أستاذ عبد الغني عم تناقض نفسك. شلون يعني؟ يعني قبل شوي قلت إنه بياكلوك وبيفترسوك، وهلأ عم تقول إنه نحن ما عايشين بغابة. طيب أنا رح أشرح لك. الواحد لما بيشارك شخص ما من السلطة
معنات هالشي انه رح يكون له بعملك وشغلك رأي معين باعتباره شريك، ورح تحتدم الآراء ووجهات النظر ويدب الخلاف، ووقتها بيجي دور التكشير عن الناب. بقى ليش حتى حط حالي من الأصل تحت هالظرف المزعج؟ اي بس في ناس كتار مشاركين بعض المسؤولين المهمين بالوطن العربي وماشي حالهم وعين الله عنهم. يا ستي يتهنوا والله يسعدهم كمان وكمان، بس أنا مالي بحاجة لهالشي يا آنسة. بعدين بيني وبينك في بعض المسؤولين، مو كلهم طبعا، تعميم هون ما بيجوز لأنه في مسؤولين بينشربوا مع المي العكري. المهم في بعض المسؤولين لما بيشوفوا الواحد عم ينافق ويجامل ويساير عكس قناعته ويتلاطف زيادة عن اللزوم وعم يندس فيهم ويتمسح على أعتابهم ويكولوكلون، بيستوطوا حيطه، بيحسوا انه هالشخص لقلوق وبيحتقروا ضمنيا ولو انهم عم يستفيدوا من وراء. واكبر غلط يا آنسة هو انه الواحد يظن انه هالمسؤول هو الملاذ الامن اذا دلهمت الخطوب، والمرجع القوي عند النوائب، والسند الذي لا يتزحزح ولا يزول لانه بيوم من الايام رح يزول. طبعا هيك سنة الكون. لا هيك سنة السياسة. أستاذ عبد الغني، أنا ملاحظة إنه ثقافتك ما شاء الله عالية كتير. ليش ضروري يكون صاحب المال غشيم وجاهل؟ ولا بدك ياني مثل خوري حلبون؟ طيب أستاذ، ممكن تحكي لنا هيك لمحة عن حياتك وطفولتك؟ الحقيقة يا آنسة، طفولتي كانت صعبة كتير، بس من صغري كنت طموح، وكنت أطلع من المدرسة وأركض على الفرن يلي كنت أشتغل فيه مشان ساعد أهلي، وياما كتبت بإصبعتي على حيطان الفرن المغبر بالطحين رح تعلقي بإيدي يا سروة مثل ما بيعلق الزر بالعروة. أهلك كانوا فقراء يعني؟ بالضبط. ولما وعدت أمي أني رح أكبر ورح يصير معي مصاري ورح أرجع لبيتها يلي بعته مشان تربينا، كانت تطبطب لي على كتفي بشفقة وهي عم تقول إن شاء الله يا أبني إن شاء الله. ولما قلت لها لستي رح اشتغل ليل نهار مشان رجع لك سوارتك يلي بعتيها مشاننا، سلختني طيارة الله يرحمها وقالت لي عيش يا قديش، عمرك ما رح تصير غني يا عبد الغني. يعني طفولتك كانت معذبة. فيك تقولي هيك شي. ولما صرت بالبكالوريا كنت اطلع على الاسطوح وادرس بايام الدفا، وبايام البرد كنت ادرس بالليل بالفرن المسكر، هيك لحتى نجحت بمجموع ممتاز ودخلت هندسة ميكانيك. بس بصراحة بالجامعة اتضايقت من فقري كتير، وما كان يصح لي وقت حتى اشتغل بسبب انهماكي بالدراسة. لكان شلون كنت تدبر حالك؟ كنت فوت للمحاضرة قبل بساعتين واحجز محل الطلاب، وكانوا يعطوني كم قرش مقابل هالشي ومقابل كتابتي لهم بعض النوتات والمحاضرات، وكنت أقول شغل معي وقل اعملوا والعمل شرف إلى آخره من هذه العبارات، هيك لحتى تخرجت بمجموع ممتاز. أي يمكن هالشي هو اللي فتح لك بواب عريضة للعمل؟ لا والله وانتي صادقة، عضلاتي القوية هي اللي فتحت لي باب ضيق للعمل، ولهالسبب اشتغلت عتال بمعمل نسيج. بس ما في يوم من الأيام فقدت الأمل والثقة بالمستقبل يلي عم ينتظرني. صحيح أستاذ، وبيقولوا ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. المهم إجانا على المعمل مهندس ألماني عجبته بنشاطي وقدرتي على العمل والتعلم، وطلب مني إني رافقه باستمرار. وأكيد أخذك معه على ألمانيا وهنيك عملت ثروتك. لا لا مو هيك القصة يا آنسة، القصة إني أنا تعلمت من هالألماني التنظيم والدقة، وصرت أعرف آلات المصنع مثل ما بعرف باطن كفي، وصرت عاملها كأولادي وشغلها بطاقتها القصوى بمنتهى السهولة، وهالشي خلى صاحب المصنع يخصص لي نسبة معقولة من أرباحه. أيوة هلأ فهمت عليك، يعني هالأرباح هي كانت نواة ثروتك ومن هون انطلقت. لا والله يا آنسة، لأنه هالأرباح هي يا دوب سدت التزامات أسرتي ومصاريفها. بس الحقيقة أنا تسوقت خيط رفيع من مصر وبرته 36 مليمتر ونسجته على الآلات بإيدي، فطلع معي بالنتيجة أنعم قماش شافته البلد بالستينات، وكانت الناس تسجل طلباتها مشان تشتري هالقماش قبل 6 شهور. فتصور أصبح مصدر غناك من هالقماش الناعم اللي أنت نسجته. لا والله يا آنسة مو بالضرورة، لأنه مصاريف العيلة كانت كبيرة وكان لازم دخل إخواتي على الجامعة وأتكفل بمصاريفهم،
والحقيقة مشوار العمل كان لسه طويل قدامي. أصبح شو سويت وقتها حتى قدرت تجمع الثروة؟ يا ستي درست آلات النسيج اللي عندي منيح كتير حتى قدرت أصنع المخمل من الآلات اللي بتصنع بشكير، والله وفقني والحمد لله. يعني من ورا هالشي قدرت تحقق ثروة؟ مو ثروة بالمعنى الحرفي، بس رغم هالشي قدرت اشتري المصنع من صاحبه بعد ما ركبته للديون. أصبح مصنع المخمل هو اللي لبسك المخمل؟ لا والله، المخمل شلحني صندل وعصر فوق راسي خردل. خير، ليش أستاذ؟ لأنه شريكي استكتر علي المعمل اللي اشتريته بجهدي وعرقي وحرق لي المعمل وصفيت على الحديدة. بصراحة يا أستاذ أنت مثال نادر للصبر والمثابرة. الله يخليك يا رب. لكان شلون تشكلت معك نواة الثروة؟ بالثمانينات اخترعوا خيط اسمه خيط الليجرا، وعرفت أنا أنه رح يكون له القماش مستقبل، لأنه خيط الليجرا بتنصنع منه الملابس الضيقة والنسوان بيحبوا هالشي، وكانت ضربة العمر بالنسبة لي. ها هون مربط الفرس، أصبح من هون إجت ضربة العمر. هو هيك أنا ظنيت، بس الضرائب هلكتني والمالية دبحتني ودبرت لي ضريبة بمفعول رجعي لورا 15 سنة مع فوائد تأخير، ولما عجزت عن دفعها حطوا إيدهم الكريمة على المعمل، يعني ألعن من التأميم الذميم، وصفيت على الحديدة بعد 20 سنة عمل وجهد وعرق. يا حرام، فعلا شي بيقهر. بيقهر وبس يا آنسة جمانة. أنا بهداك اليوم اكتشفت أنه الإنسان بهالبلد بيقضي عمره كله مثل التور المربوط على الساقية، وبيحرق أعصابه وبيفني شبابه وبيشتغل وبيتعب وما بيقدر بالأخير يصمد قرش واحد، وبيطلع مثل صبي الحمام، إيد من ورا وإيد من قدام. عفواً أستاذ لبصوني، أنت فعلاً حيرتني وخليتني أنا والأخوة المشاهدين مندهشين بالكامل. ليش بقى؟ لأنه لحد هلأ ما قلت لي منين جبت ثروتك. يا ستي تكرمي، رح أقلك، أنا إلي عم بأستراليا من 50 سنة عايش هنيك، وما أتجوز، توفى بليلة ما فيها ضوء قمر الله يرحمه، وترك لي ثروة تقدر ب$90 مليون. يعني ثروة؟ يعني هالبلد ما عطتني شيء. معقول؟ إيه، لكن شو مفكرة؟ أنا الحمد لله لا سرقت ولا ارتشيت ولا أكلت حق مظلوم ولا مديت إيدي على الحرام، وقبل كل شيء بخاف الله بأسرتي وعيالي وبلدي بالرغم من كل شيء.